النهاردة في توب 20 فانيست. امتى اللعب ممكن يقلب بجد؟ والكلب ده بيضحك على ايه؟ مش هتصدق وهتنهار من الضحك. وكل ده سجلناه بالفيديو في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ لما السباكة عندك تبقى محتاجة صيانة لازم تجيب ناس متخصصين. ودول متخصصين على فكرة. واضح ان الماسورة الام زعلانة. دلوقتي المتخصص محتاج دكتور متخصص. اجمل حاجة في الدنيا بيبي لسه صاحي من النوم ومزقطط. ايه يا ابني في ايه؟ الله. Mommy's nose scare you when I blow it? Does that scare you when mommy blows her nose? Yeah? ده أكيد مش مناخير طبيعي. الله الله. ما تخافش من الهبلة، خاف من خلفتها. ودلوقتي معادنا مع لعب البنات. البنات ممكن يتجننوا زي الولاد بالظبط. خد عندك الاخت دي مثلا، مش بس بترقص، بترقص على ارض لسه متلمعه بالشمع. تصبحي على خير. ولما بيعملوا حفل البنات بيكسروا الدنيا. كفاية كفاية. أما البنوتة دي فعايزة تكسب متفرجين جداد للفيديوهات بتاعتها على اليوتيوب. لحد دلوقتي كان عندها 2 مشاهدين، بالضفدع ده يبقوا 3. خلي روحك رياضية، اوعى تعيط لو خسرت الماتش. الرياضة فوز وهزيمة. انت كنت مراهنة عليهم بفلوس الحصالة ولا ايه؟ بس لما بتكبر بتعقل تقريبا يعني. لما فريقك يتهزم المفروض تدور على السبب حتى لو كان واحد صاحبك. ما تزعلش نفسك، الرياضة فوز وهزيمة. ألعاب الملاهي بتبقى مسلية قوي لما تتفرج عليها من بعيد.
والحكاية كلها إنك تنشن كويس عشان تفوز بجائزة. ما تنشنش في مناخيرك بس. ركز معانا في شجيع السيما اللي معانا في المركز الـ17. كل الصبيان بيحبوا لعبة اللكمات اللي في الملاهي، فرصة عشان تثبت قد ايه انت شرس وجامد ونظرك ضعيف وغشيم. عموما هو ده اللي بيحصل في كل ألعاب الملاهي، محدش بيفوز. مين اللي محتاج كلب حراسة لما تكون مربي كنجرو عصبي بيقف على ديله؟ ومين اللي ممكن تجيله الشجاعة إنه ينزل قدام حيوان زي ده؟ محدش عاقل يعمل كده. إيه ده؟ في حد هيعمل كده؟ ماتش ملاكمة بين كاوبوي وذكر غزال، ويا غزال يا غزال. الغزال متقدم في الجولة الأولى. الغزال فاز بالجولة الأولى. واضح إن الغزالة رايقة. هتقول لهم إيه في البيت؟ ضربتني غزالة؟ شيء محرج جدا إن بنطلونك يقع، بتبقى حادثة أليمة. وجه الوقت علشان الأب يلقي كلمة على شرف بنته في فرحها، لكن استنى لما تشوف إيه اللي هيحصل لما نرجع لك. ولما نرجع لكم أحدث طريقة لعلاج المشاكل الزوجية وتعريف جديد للسقوط الحر، واتفرج على الحوسة وهبل صحبات العروسة. كل ده وأكتر منه في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ ورجعنا لكم في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ كل اب بيحلم انه يشرف بنته في فرحها، ورغم ان الموقف مؤثر لكن عادة الواحد يبدأ بنكتة. ألا شدي. كل الكلاب تزغزغهم في بطنهم رجليهم تلعب. الكلب ده بيغير من صدره. كل دي عين. لكن استنى لما تشوف ابو ديل اللي معانا في المركز الـ15. ايه اللي ممكن يحصل لما المناخير دي كلها تشم هيليوم؟ بعد كده هتدمن ومش هنلاحق عليك. بابا وماما عندهم مفاجأة صغيرة لبناتهم. يا ريت تكون دي دموع الفرح من الأخت الكبيرة. لأن الأخت الصغيرة أمها على بطنها. المية هي سر الحياة على كوكب الأرض، بس في نفس الوقت رش المية عداوة. زي صاحبنا ده مثلا، في لحظة بيتحكم في مية الصرف، في اللحظة اللي بعدها مية الصرف اتصرفت معاه. يا تي كميلة انتي فرحانة في المصرف؟
في ناس ما بتقدرش قوة المية زي سواق العجلة اللي مستعجل ده. عشان تتحكم في قوة اندفاع المية لازم يكون عندك صبر ووزن كافي واتزان. أي حاجة من التلات عناصر دي تختل المية تزوفك، ومش هنشوفك وانت وظروفك. الأفراح فرصة هايلة للهبل. العروسة دي بقالها شهور ما بتاكلش علشان تعرف تلبس الفستان. حتة كيكة صغيرة بوظت الدايت والفرح. لكن العروسة دي شكلها بقالها شهور بتستعد في الجيم. العروسة دي لعبة ترايسبس قبل الجواز. نصيحة لكل عريس، نقي الناس اللي هتعزمهم عشان يشرفوك، ما تعزمش أصحابك الزبالة. كل صحبات العروسة بيبقوا عايزين ياخدوا بوكيه الورد عشان نحسهم يتفك. واضح ان البنت دي نحسها ذكر. العريس والعروسة راجعوا نشرة الأخبار الجوية عشان يتأكدوا انها مش هتمطر، لكن حد خد باله من العواصف الرملية؟ Jennifer and Gustavo today, just as these grains of sand can never be separated, so will your marriage be. خلص يا عم هنتردم. The authority vested me in the state of Arizona. I now pronounce you husband and wife. Congratulations, you may kiss the bride. I present to you Mr. and Mrs. Gustavo Luna. نصيحة مهمة جداً، لما تتمرن بالأوزان لازم يكون معاك واحد صاحبك. عاش أبو كباتن. واحد، واحد ونص، اتنين إلا ربع، اتنين يخرجوني من الورطة دي. يا ريت ماما تكون بتلعب حديد والا حبات هنا. وحبيب ماما اللي قدامنا ده جاي يخرم ودانه. البنات ما بيرفصوش كده. خلص. استرجل يا حبيبي والبس الحلق. مش ناوي يسترجل. احيانا كتير الستات بيحبوا الراجل اللي بيخاف. اللي قدامنا ده هو اللي أصر إنه يعزم مراته على لعبة الصاروخ. كويس انك عارف من نفسك. كسفتنا. منظر العربيات الهيدروليك دي ممكن يخليك تضحك لحد ما تتقلب على ظهرك.
وساعات العربيات هي كمان بتتقلب على ظهرها. هيقول ايه اللي بتوع التأمين ده؟ صاحبنا ده مش هو مجنون الهيدروليك الوحيد. تحس انك بتتفرج على رأسة الترانسفورمرز. بس في فيلم الترانسفورمرز ما كانش في حد بيولع. لازم تخلي بالك قوي لو بتسوق على منحدر، مثلا لو وقفت عشان تجيب الجرنان اتأكد ان العربية مع الشقة، ولو مشيت ما تحاولش تقف في وشها كده. الاتنين ركن، كويس ان جوزها كان موجود عشان يعرفها غلطها. أحياناً إجابة السؤال اللي بيقول إزاي ده حصل بتبقى سهلة جداً، غباوة. الولد ده أصحابه بيحاولوا يساعدوه إنه يتغلب على خوفه من المية. دلوقتي هو محتاج يتغلب على خوفه من أصحابه. مفيش أي مشكلة في إنك تطلع شوية الجنان اللي جواك، بس حاول ما تطلعش كتير، يعني على قد الطلعة. في طرق كتير قوي عشان تلفت نظر بنوتة حلوة، مش من ضمنهم الطريقة دي. لكن الفايز بلقب أغبى نطة في البسين هو صاحب المركز الـ12. بابا بيحاول يشجع نفسه عشان ينط في حمام السباحة. مين بقى اللي اتحشر ده؟ هنعرف لما نرجع لكم. ولما نرجع لكم الجمباز في عالم موازي، راجل بيرمي مشاكله ورا ظهره، وحنحضر اشتعال نيران الحب. كل ده واكثر منه في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ ورجعنا لكم في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ بابا بيحاول يتغلب على خوفه من الارتفاعات، وابنه هيساعده. انت كده ساعدته، انت كده خوفته اكتر. نيكول لسه شايله درس العقل، والبنج لسه لاعب في دماغها. شكلها مش مقتنعة. ولا يصعب على قلبي وعيني إلا فراق الأحباب. يلا مفيش نصيب. ريدي قرر انه يفركش مع تينا، ومش ناوي يفركش بالذوق. الاتنين اللي قدامنا دول شكلهم عريس وعروسة في منتهى السعادة، لكن شكله ناوي يكسر قلبها او رجلها. الجواز بهدلة. في ناس بتقع في الحب
لكن استنى لحد ما تشوف مين اللي حيقع من الحب. الزوج والزوجة دول بيحتفلوا بأول كريسماس ليهم، وشكله حيبقى آخر كريسماس. ومعادنا دلوقتي مع فقرة مواقف ساخنة. أصحابها عارفين إن نفسها في حفلة مولعة، بس مش مولعة للدرجة دي. العروسة من كتر جمالها مولعة الفرح، والمصورة من كتر هبلها مولعة في شعرها. العريس والعروسة دول ناويين يحتفظوا بشرارة الحب للأبد. وليه هنروح بعيد؟ ممكن نحضر درس الطبخ ده. حلوة اللعبة دي، تطبخي ليه؟ ما انت ممكن تشتغلي ساحر وتخفي الناس وكده يعني. دي جي ناوي يستعرض لنا مهارته في الوقوف على الكرش. بترقد على بطنك وتحمل وزنك على كرشك. حركة سهلة قوي لو بتعملها على الكنبة، لكن تقف على كرشك فوق التلاجة. دي ممكن تبقى حركة جديدة. بدل ما نسميها بلانكينج نسميها فريجيدينج. كتير في ورشة تصليح السيارات بتحصل مواقف تخليك تسأل عملوها ازاي دي؟ طب خلاص اربط المسمار اللي فكيته. الميكانيكي ده متخصص في كهربة السيارات، والسيارات كمان بالكهرباء. صاحب العربية دي كان عايز يقيس قوة الموتور. الموتور تمام بس الصاج هو اللي فيه مشاكل. أحياناً كتير قوي بتاخد عربيتك عشان تغير زيت، وتكتشف إنك محتاج تغير العربية. وإوعى تثق في اللي بيقولوا لك هنغسل لك العربية ببلاش، دايماً بيسيبوا فيها بقع. وكسور وخدوش، محدش بيشتغل بضمير. عشان تبقى بطل في الجمباز لازم تتخطى العرضة، أو على الأقل ما تعملش عقلك بعقلها. الرياضي اللي قدامنا ده بيتمرن عشان ياخد ميدالية في الأولمبياد. متهيألي محتاج يشغل ظهره شوية. لكن مفيش حد مخلص لرياضة الجمباز زي البطل ده، ما بيعرفش إمتى يبطل. كل مرة كده مفيش مرة تروح سليم. أدي الجمباز واللي جالنا منه. جورج بيحضر فقرة كاميرا خفية عشان يخوف مرات أخوه. ويلا بينا. ووصلت الضحية وجي ميعاد التنفيذ. What's
What's wrong? I knew it. I had a feeling there was something wrong. What? It's all like Penelope. You don't like her? God, that is like the creepiest. I'm like shaking. I've been shaking since I saw that freaking thing back there. What the hell are you wearing? ودلوقتي معادنا مع فقرة يا ترى ايه اللي هيحصل. احنا عند خط البداية والتلاتة دول بينافسوا بعضهم. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ الموتوسيكل الاولاني هيتزحلق ويقع، الموتوسيكل التاني كاوتشه هيمسك في التراب، ولا الحكم هيطير في الفضاء؟ هنعرف الاجابة لما نرجع لكم. ومعانا لما هنرجع الغبي فيه اللي اغبى منه، واللي بيفوتوا المركب بيلبس الحيط، ونظره سريعه على تصوير فيلم طرزان الجديد، وهنروح لبلغاريا عشان نحضر نهائيات بطوله الست المتوحشه. كل ده واكتر منه في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ ورجعنا لكم في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ احنا سيبنا المتسابقين عند خط البداية، وكان فيه ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول الراجل ده يتزحلق، الاحتمال الثاني عجل ده يغرز في التراب، والاحتمال الثالث ان الحكم يطير في الفضاء. الاجابة الاحتمال الوحيد اللي ما فكرناش فيه. لكن مسابقات الجمال ما بتعتمدش على الشكل بس، لازم يكون عندها مخ. Women were to rule the world by the year 2020. What two things do you think would be very different? يلا بقى. First, having a girl power, which means being responsibility of a girl and. ايه ده؟ نحاول تاني. Having a girl power, which means. يا ريتك ما فتحتي بقك. مهم جدا ان يكون عندك تأمين صحي. واسألوا بطل الدراجات ده. التأمين الصحي بتاعه سايب له عربية إسعاف في الحلبة. الرياضيين بيصرفوا كتير قوي على الرعاية الصحية، بس واضح إن الأخ ده ما دفعش قسط التأمين. رايح فين يا ابني؟ وتأكد إن التأمين بتاعك بيسمح لك تنقي الدكتور اللي أنت عايزه، وما تنقيش الدكتور ده. ومعادنا مع الألم في فقرة النهاردة من اللي بيحصل ده هيسيب علامة. صاحبنا ده بيصور فيديوهات عن طريقة التمرين جنب الدفاية. النهاردة هيفهمنا إزاي نستخدم السوستة. بكرة بقى هيشرح لنا طريقة العلاج من التمرين بالسوستة. احنا في نهائيات بطولة العالم لمصارعة الأذرع للسيدات. ايوه، في رياضة اسمها كده، وفي سبب مهم جدا مخلي الرياضة دي شعبية. سيبك من الرياضة، جمهور كتير بيجي يتفرج على الصريخ بس. تشغيل المعدات الضخمة لازم يكون بحرص. طقم العمل ده بيبني كوبري، لكن أنا عندي إحساس إنهم هيحفروا نفق.
الطيارة دي لازم تتحط في مكانها بالظبط في حديقة عامة، وواضح إنهم مش هيدفعوا إيجار الونش. طب ما تحطوا ونش بدل الطيارة. غلطة صغيرة في ترسانة بحرية والأمور بتتطور. المركب عام والونش غرق. الونش ده عطل وكان لازم يختفي من موقع العمل، يختفي للأبد. أنا بسوق موتوسيكلات وصدقني أنا عارف اللي بقوله، ساعات الموتوسيكلات بتاخد قرارها من دماغها. زي الموتوسيكل اللي قدامنا ده، الاتنين دول كانوا فاكرين انهم رايحين رحلة وهيتفسحوا. الموتوسيكل كان له رأي تاني. احيانا الموتوسيكل بتاعك بيعور زميلك. يا فردول عملتها ازاي دي؟ وسواق الموتوسيكل اللي جاي معانا ده هيسأل نفسه لفترة طويلة، انا عملتها ازاي دي؟ محدش لمسه. وفي ناس بيبقى حظهم مع الموتوسيكلات وحش قوي، زي اخينا ده. ربنا ستر. ايه ده؟ ده هيخبط تاني. كده بقوا حادثتين. اقول لك خليهم تلاتة. لا 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 لا، هم اربعة. زمانه خد درس بقى. أخذ درس قاسي. خمس حوادث في 10 دقايق، ده رقم قياسي يا ابني. عايز تستمتع بأجازة الصيف؟ روح الغابة ومارس شوية رياضة. I got you baby. What? وركوب الخيل برضو ممتع. I am so scared. ده لو ربنا قدرك وركبت. ما عندكش حصان؟ خد العجلة بتاعتك وشم شوية هوا. أو سف شوية تراب. Dude, it made me throw up. Are you serious? Yeah. ديفيد هنا فاتوا المركب. صباح. وحاول يلحقه. لو عايز تحافظ على سلامتك طول الصيف اوعى يفوتك المركب. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرتنا النهارده من نهايات حزينة. صاحبنا ده بيستعرض عربيته اللامبورجيني الجديدة. مش هتصدق ايه اللي حصل له بعد كده، هتعرف لما نرجع لك. ولما نرجع لكم 3 ثواني تمرين وساعتين نوم، المرح على السلم المتحرك، ورياضة جديدة تنضم إلى الأولمبياد الشتوي. كل ده أكتر منه في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ رجعنا لكم في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ وهو واقف في الإشارة، سواق اللامبورجيني دي كان حاسس إنه أقوى رجل في العالم. بعد 4 ثواني بس بدأ يسأل نفسه، أنا عملتها ازاي دي؟ الدريفتات والخمسات شكل جديد من رياضة السيارات، لكن الراجل اللي قدامنا ده هيثبت انها ممكن تكون رياضة قتالية. What
لمسة أكتاف. ودلوقتي معدنا مع فقرة مين حيصحى الأول. المتنافسين معانا النهاردة هم حصان وراجل راكب مترو. اللي على شمالنا هي الفرسة كريمزن في الاستابل نايمة وهي واقفة، واللي على اليمين هو سام، هو كمان نايم وهو واقف. يلا بينا نشوف مين فيهم حيصحى الأول. كريمزن شكلها مش هتصحى الا بكرة، سام شكله بيتهز ويمكن يصحى. المنافسة قريبة قوي، لكن دلوقتي سام شكله حيصحى. والفائز هو كريمزن، صحيت الأول. حظ أسعد في المرات القادمة يا سام. السلالم المتحركة مش مجرد سلالم. البنت دي شايفة إن السلم المتحرك بطيء قوي، عشان كده خدت السريع. الحمد لله على السلامة. الشاب اللي قدامنا ده اخترع لعبة اسمها المروحة. It works. وأقنع صاحبه إن هو كمان يجربها. We're about to get kicked out of here. Whitey's confused. Don't. Whitey, get up. Get up, Whitey. Get up. You're stuck. وأخيرا، اوعى تركب السلم المتحرك بكرسي متحرك إلا لو كنت عارف الزرار اللي بيطفيه منين. دي لو سليمة كان جالها شلل. أيوة، واضح إن الناس دي عارفة هي بتعمل إيه. أخيراً لقوا الزرار. حان الآن موعدنا مع تقرير الطقس. ننصح السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر لوجود احتمال هطول جليد وعبور دبابات. ننصح بالحذر. الناس فاكرة إن التلج بينزل بالليل، لا، التلج بينزل الصبح، والصبح بينزل أشرس. يوجد اليوم احتمال لتكون الشبورة الكثيفة. والتي تصعب معها الرؤية. عمر جديد يا ابن المحظوظة. الراجل ده عمل مشاوير كتير قوي النهاردة، منسيش أي حاجة. راح البنك والبقالة ودكتور السنان. يمكن يكون نسي حاجة واحدة بس. يشد فرامل اليد. ما تخافش، اللي بيجي في الريش بقشيش، تتلم في الحرفيين يا معلم. ودلوقتي معادنا مع غلطات رياضية. ما انتاش محتاج تعرف قواعد المبارزة عشان تعرف ان اللي هيحصل ده فاول. مين كان يصدق ان البينج بونج رياضة قتالية؟ ايه ده؟ لاعب جولف عادي، ايه اللي جايبه عندنا؟ عشان كده. ركز مع اللاعب ده، عنده طريقة غريبة في التعبير عن فرحته كل مرة بيجيب فيها جون. طبعا بتاع الإزاز اللي جنب الملعب بيموت فيه.
كلوديا ما بتحبش حصة الرياضة في المدرسة واخترعت لنفسها أسلوب مميز عشان ما تحضرهاش. كده أجازة من حصة الألعاب لمدة شهر. نفس الحيلة بس في موقف مختلف. دي كده مش هتتجوز بقيت عمرها. فلتت. ولما نرجع لكم حاجات كتير ممكن تجذبك للبنت لما نرجع لكم في توب 20 فانيست عملوها ازاي دي. ورجعنا لكم في توب 20 فانيست عملوها ازاي دي من آلاف الفيديوهات. مشينا معاكم في عد تنازلي وكان السؤال الدائم عملوها ازاي دي. دلوقتي يلا نشوف الفائز بالمركز الأول. معانا بنت موهوبة. I'm gonna be burping the alphabet for you. شكلها زي أي بنت عادية. بس صوتها عامل زي كلاكس العربية. يا ترى هتعرف تكمل كل الحروف؟ يلا هانت اهي. ايوه بقى برافو عليكي. اوكي ام دون. انجوي ايه وبتاع ايه؟ لو سألت نفسك طول الحلقة الناس دي ازاي بتعمل كده؟ انت مش لوحدك. محدش يشوف اللي بيحصل ده. وما يستغربش. هنستناكم في الحلقة الجاية من توب 20 فانيست. سلام.